دائما نبهنا على قضية انتشار الكلاب تكرمون بكل مكان في الضجيج. يمكن عرضنا قبل فترة أيضا في مطار الكويت. اليوم في الضجيج كلاب بوليسية، يعني الواحد بيروح يطلع له كلب بوليس ايش تبي يسوي يا بالله؟ يعان شو يسوي يعني؟ يشوفك قدامه همبرجر شو يسوي لك يعني؟ أنا يخلصونا من سالفة انتشار الكلاب تكرمون بكل مكان. تطلع فرقة مكافحة يبغى أنا أعطيكم حل، والله حل. تبون حل على الموضوع تكرمون انتشار الكلاب؟ أنا أقول لكم عندكم عدة حلول. الأول استخدام القوة العسكرية البنغالية. تقولون لإخواننا البنغالية كل كلب 5 دينار. حلو. خلال أسبوع ماكو ولا كلب بالديرة، صح؟ إذا هو بعده وهم مارين يصيدون الكلاب القطاوة القطو على دينار، لا كلاب ولا قطاوة، ينظفوا لك إياها. منا إلى الإخوان وزارة الصحة، إيش رأيكم بالاقتراح؟ خوش اقتراح، الفيران على 100 فلس، يبوها مرة واحدة. شوفوا التقرير. بوليسية تتمشى عند الجملة مركز سلطان يم المطار، نادي أبو أحمد، وايد تكلمت بس الله المستعان. أعزائي المشاهدين، معي مداخلة مع